بصوا حبايبي، النهارده هنحاول نعمل مع بعض اللبن رايب. لبن رايب صحي جدا. المكونات عبارة عن شرشر اللبن اللي هو كنا طلعناه قبل كده في فيديو، اللي هو الواي بروتين درينك كده او الواي درينك، ولبن عادي وزبادي وسكر. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندفي اللبن، بس تدفئة بمعنى انه يبقى درجة حرارته 40، نقدر نحط صباعنا فيها كده عادي. هندفي اللبن ونحط عليه شرش اللبن ونحط عليه الزبادي ومعلقة سكر كبير. يعني على الكمية دي، دول مثلا دول 2 كيلو شرش لبن على كيلو لبن على كوبايتين زبادي على معلقة سكر كبير. مجرد بس هندفي اللبن ونحط فيه الزبادي ونقلبه مع السكر، ونسيبه بقى كده في الدفيان ده ساعتين كده متغطي وساكت خالص، ما بنعملوش اي حركة، ونسيبه ساعتين. فانا دلوقتي مدفية اللبن وحط فيه الشرش والزبادي والسكر، واغطيه كده اسيبه لمدة ساعتين وارجع له تاني. احنا كده يا حبايبي سايبين اللبن الرايب بقاله ساعة ونص. هو كان دافي واحنا سايبينه في مكان دافي، مدفين له المكان، وهنشوف ايه الاخبار. اهو بدأ اهو يبقى رايب الحمد لله. هناخده بقى نضربه في الخلاط عشان يبقى يعني متجانس كده، ونحطه في التلاجة. احنا كل اللي حطيناه هو كيلو لبن عادي من بتاع العلب لمار ولا اي حاجة، و2 كيلو شرش لبن اللي مطلعينه اثناء ما احنا بنعمل الجبنة في البيت. شرش اللبن اللي هو الواي درينك، مصل اللبن يعني. طيب، وحطينا علبتين زبادي كبار، اي حاجة جهينة ولا لاكتيل ولا اي حاجة، ومعلقة سكر كبير. وسبنا ده كله. اللبن كان دافي بدرجة حرارة 40، يعني نقدر نحط صباعنا فيه. سبنا ده كله في مكان دافي، يعني انا دفيت له المطبخ بصراحة وقفلت عليه الباب والشباك، بقى دافي جدا. سبته حوالي ساعة ونص. هاخده بقى اضربه في الخلاط واوريه لكم وانا هحطه في التلاجة. ده كده شكل اللبن الرايب يا حبايبي بعد ما ضربناه في الخلاط وحطناه في ازايز او شفشق ازاز، وهنحطه دلوقتي في التلاجة. بس في حاجة مهمة، انه قبل ما تصبوه بقى عشان تشربوه، وطبعا بيتشرب ساقع وبيبقى مفيد جدا 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 في الصيام، عشان لو حد عنده حموضة او كده، غير انه صحي جدا وكله كالسيوم وبروتين، فمغذي جدا. طيب، احنا لازم قبل ما نصبه في الكوباية بنرجه بس كده، يعني رج الازازة قبل ما تصبي في الكوباية، عشان هو يعني ايه، التخين بتاعه بيبقى فوق والرفيع تحت، فلازم ترجيه جامد قبل ما تحطيه في الكوباية. احنا دلوقتي هنسيبه في التلاجة ليلة ونبدأ نشرب منه، علشان ايه، الليلة دي بيخليه يتخن، يعني لما بتسيبيه ليلة في التلاجة بيتخن. فاحنا هنسيبه ليلة في التلاجة ونشرب منه بقى ان شاء الله التاني يوم. وبالهنا والشفاء، اللبن الرايب الصحي تماما بدون اي مواد حافظة.